مدامك ذكرت بانيجا، ثلاث ركلات جزاء سددها عندك ماجد، ثلاث ركلات جزاء سددها قبل اهدرها، واليوم شات الرابعة وسجل، كسر الحاجز. انا عجبني في الموضوع انه مو يعني مو شايل كثير على موضوع ضياع ركلات الجزاء يعني، وسدد الركلة طار لها الحارس ترى، يعني كانت يعني مهبر الركلة اللي ما تصد ولا ترد، بعد ذلك سجلها يعني، ما عنده مع نفسه عدم ثقة. اوكي تتسجل احيانا واحيانا تضيع. انا ماني مع اللاعب اللي يكابر. يعني لو قدر انه انا ساهمت يوم من الايام بضياع ضربة جزاء في توقيت مهم وراح على فريقي ثلاث نقاط. انت اوريدي في النهاية انت بشر، ما تضع ابو علي نفسك تحت الضغط مرة ثانية. يا اخوي فيه واحد ما عنده الضغط اللي موجود عندك، خليه. لكن بعضهم انت تتذكر حمد الله وش سوى مع النصر. نفس الحكاية، رقم قياسي وبطريقة مختلفة، واحدة منها قدام قروهي. طيب وراح وشات قدام التعاون واحدة برضه زي طريقته، لأنه عنده ثقة بإمكانياته ويثق أنه أي حارس أي لاعب ممكن يضيع ركلة جزاء. صحيح، بس أنا أقول لك أنا ماني مع المكابرة، خليها فترة إلين ما أنت يعني تستعيد الجانب النفسي، هذا مهم للاعب، أنه إذا فقدت الثقة في نفسك مشكلة كبيرة.